النهارده فكره الفيديو ده شمله، ناويين نتزحلق من على كوبري. هتشوفوا كل حاجه بالتفاصيل كمان شويه. لو انت مش مشترك في القناه قبل ما ننزل نعمل اي حاجه، انا مش عارف انت عايش في حياتك بتعمل ايه. انزل دوس سبسكرايب، اشترك في القناه وفعل زرار الجرس ودوس لايك واعمل كل حاجه. خلاص يا الف. ليه؟ ليه مش بفعل الجرس؟ ليه؟ ولا لازم اضرب؟ خلاص سامحها المرة دي. معايا في الفيديو بتاع النهاردة أحمد علي. وعليكم السلام ورحمة الله. أحمد علي معاه شيشة برمائية لسه جاية جديدة. مية حنفية عاملة دي مية حنفية يا جدعان وخرطوم، عشان حد بس اللي يكون مفكر شيشة ولا حاجة قاعد بيلعب بيهم. ومعانا بقى في الفيديو بتاع النهاردة وجه جديد أول مرة يطلع معانا في الفيديوهات، زرزور. زرزور يا جدعان أول مرة يطلع معانا في فيديوهات، هيطلع معانا في فيديو على طول مية وزحلقة، هيتغربق النهاردة معانا. أكتر كلب بيحب المية في العالم. إحنا المفروض في فكرة طبعًا إحنا لسه ما قلناش على التيشيرتات الشتوي. أفجر تيشيرتات في المجرة، استنى ما اوريها لكم من بعيد. عندي دلوقتي سيمبا ومراته حاسوا ان في حد غريب داخل البيت بتاعهم، وزرزور عامل فيها من بنها ونايم على السرير مغمض عينه ومفتح عينه، وفكرنا مش فاهمين ان هو واقع. اه يا خبيث يا لاقيه بنت يا لاقيه يا سوسه، نايم على الغدا عامل نفسك نايم. هما داخلين يستكشفوا دلوقتي يا جدعان. اول مواجهه ما بين قطين وكلب. المخده دي مش بتاعت احمد شاور دي. اه المخده اللي الكلب نايم عليها دي مش بتاعت احمد شاور. ماشي احمد شاور طبعا الفل حبيبي. بص يا اولاد، في واحد في كائن غريب داخل عندكم وقاعد على السرير بتاعكم. هو يابا شافهم اهو يابا. اوعى يابا استعدادات خالص بتشنك. لا يابا ما انت بعيد عنه دلوقتي، عشان هو دلوقتي في وضع الخطر. بص يا باصص له ازاي. يعني احمد احلى قط في المجره عليا النهارده يا جدعان. رايحين فين بس؟ رايحين فين؟ هنبوسوا بعض ولا ايه؟ سيمبا بيقفل يابا. هنبوسوا بعض ولا ايه؟ سيمبا مش عايز حد يقرب من مراته. بص مستخبيه فيه ازاي يا عم سيمبا؟ ينفع كده يابا؟ في راجل غريب يجي في البيت وانت مراتك موجوده وقلعه؟ ينفع كده؟ فين الفستان يا بنت؟ ايه يابا الكلام ده؟ طلع له الضوافر يابا. عرفه سيمبا على ايه يابا؟ ايوه بص له كده فاهمه. خلاص يا سيمبا انا همشيه دلوقتي، انا همشيه. مفيش حد غريب يخش بيتك يا صاحبي وانت موجود. اطلع بقى بره، اطلع بره، خد مراتك يلا واطلع بره. باي يلا عشان اوري الناس التيشيرتات بتاعتك الجديده. سلام. لسه منزلين تيشيرتات شتوي جديده مكتوب عليها الشاور جيه من هنا بالعكس وكده بالعكس معكوسه، وهنا في سيمبا. في حركات على شاور شوب دوت كوم لو حد عايز يشتري منها، لسه نازله طازه طازه. بصوا يا جدعان التيشيرت من جوه جواه فرو. بصوا التيشيرت من جوه بيدفي دفى. احنا اصلا كنا لابسين التيشيرتات فلقينا نفسنا اتدفينا، وبعدين جت لنا بقى فكره الفيديو ان احنا ننزل نتزحلق على الميه مع ان الجو اصلا بره تلج. يعني بصوا متدفيين من فوق واقف من تحت لابس ايه؟ ايش هذا الحلاوه الولاك؟ ايش هذا؟ معاك احمد شوار. احنا دلوقتي المفروض هننزل نروح على الكوبري. دلوقتي التحضيرات بتاعت النزول، جراد الميه عشان خاطر الزفلطه بقى والحركات، والمشمع اللي هنتزفلط عليه. المفروض ده مشمع طوله مثلا من اول الشارع لحد اخر الشارع مثلا. وزرزور اهم واحد النهارده معانا مدفينه عشان خاطر لما نروح نغب يبقى مستعد للغب معانا. واحمد علي طبعا ده مش مهم. يلا بينا يا جدعان. المفروض ان احنا جبنا شوقي عشان خاطر شوقي النهارده هيعمل شقلباظات. يا جدعان المقلب ده ضرب نار، ضرب نار عليك. اتعودت الفيديو النهارده يا جدعان يعني مقلب. ومعانا وودي. وودي ده بقى يا جدعان بقاله بتاع اسبوع ما بيجيش، عايزين نسمع سقفه حلوه. وودي بقى يقول معانا النهارده هنروح نضرب نار دلوقتي نركب تاكسي. بصوا يا جدعان المفروض دلوقتي ان احنا ركبنا التاكسي مع السواق العسليه ده اللي رضي ياخدنا. ها؟ تحت امرك حبيبي. اوعى 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 يابا. ايوه انت بتتعب يابا. هتغرق يابا. المايك تحت يا اسطى. يابا انا شايل المايك كتير قوي يا جدعان. خلاص يا جدعان احنا هنوصل في السريع. ما تقلقوش ما تقلقوش، كله هنوصل في السريع. حاول حاول بص 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 يا جدعان المفروض دلوقتي ان احنا وصلنا عند الكوبري ده المنحدر اللي احنا المفروض هنتزحلق عليه. المفروض دلوقتي ان احنا هنشوف المشمع اللي احنا جايبينه مقاس. ان احنا هنحط ميه بصابونه على المشمع ونجرب نشوف هل هنتزحلق ولا لا، نشوف الفكره هتنجح ولا لا. بص يا جدعان شركه صابون فسفوري ب 30 جنيه 30 جنيه يا سياده 30 جنيه. شيء تاني
هات ايدك جنب. بس بشوف ال شيت. لسه حاسس المايوه والله يخش في حاجه. ده بس انا بص الله ممتعه قوي وربنا. بس لولا الطول اللي بيعور التوته ده جد بقى جامد. لا لا شور يعني تزحلق على الجليد. تزحلق على الجليد. ايوه اعمل باي باي للفيديو يا حبيبي. اعمل باي باي للفيديو. باي باي للفيديو. بصوا يا جدعان المفروض ان الفكره فشلت. ان احنا حاولت اتزحلق لقيت في ازاز تحت المشمع بيخرم المشمع وبيخش في اماكن ما ينفعش يدخل فيها وفي طوب وحاجات مؤذيه. فالفكره فشلت وهنلم المشمع وهنحاول دلوقتي تشوف لها صرفة تانية بسرعة قبل ما الفكرة تفشل مننا وتوسع. لان احنا خلاص تمزنا شراط وتبلينا فلازم نستمتع يعني نستمتع. بص يا جدعان المفروض دلوقتي ان احنا اتنقلنا بالمشمع زي ما شفتوا من على الكوبري لعالسطح. حد هنا بحيث ان اللي هينزل من هنا على طول رقبته تتكسر على طول يخبط تحت يروح دماغه مفشوخة. طبعا انا بهزر اكيد مش هننزل على هنا. هنجيب كنبة او كاوتش نحطهم تحت ومثبتين بطوب هنا وهنا اهو في كل الزوايا. وهنعمل تجربه دلوقتي بس مستنيين بس بودي بيجيب بريل عشان كنا جايبين جيركن ب 30 جنيه والجيركن خلص هناك على الكوب. يا مش تقيل بس لازم نطلع اصوات كده عشان نبين ان احنا اقوياء. بس يا جدعان ده المعروف بتاع الكلب يا جدعان. 0900 كارديات 5200 2100 ده رقم مين ده؟ رقم زرزور. كده عندي دلوقتي اول تيست اول زحلقه نجرب نشوف الخشب ده يستحملنا ولا لا. بص تعالى كده قرب. خشب كده وحاطين عليه المشمع ومقضي تحت للكنبه دي. دلوقتي تيست بريل. احنا كده لينا عندكم اعلان على الدغري كده. دي اعلان ده ايه؟ حد يجيب فلوس ولا عايزين موني؟ صاحب شركه بريل دي اسمه ايه؟ بعت 100 جنيه ولا ايه مصلحه كده؟ 100 جنيه 20 جنيه يا عم. اي حاجه منك يا عم. عاملين اعلان اهو بلاش. جدعان موسوعه جينيس. احنا كده دخلنا موسوعه جينيس اكبر فقاعه اتعملت في العالم كله على سطح. تاني اصغر فقاعه على مستوى العالم اتعملت في سطح يا جدعان دلوقتي احنا هنعمل التيست الثالث لشوقي عشان شوقي ده اقوى واحد فينا هو اللي هينزل دلوقتي يجرب. يلا شوقي. على فكره التيست الاول يا جدعان الواد ده من خم ولسه ما عملش تيست وهينزل التيست بتاعه هو الاول. هم اصلا بيتستوا في لا بس والله كداب عمر وانت عرفت منين انا عملت التيست واحطه الاول؟ عشان انت عشان هو انا اللي بمندي. بص يا جدعان دلوقتي احنا كل واحد فينا جرب مره. بس المشكله ان في مشكله جماعيه جت لنا احنا الثلاثه ان التوته يعني الخشب بتاع الزحلقه في فروق في النص كده فبتعور. التوته بتنزل على مطبات عماله تعمل كده كده فبتولع وبتبقى سخنه وممكن يحصل مشاكل. اكيد طبعا حضراتكم فاهمين. بقول لك يا استاذ في سفنج انا ممكن نجيبها بالظبط كده. فعلا دلوقتي هنزل اجيب سفنج من الاصفر ده الفه حوالين كده وبعدين اروح طالع من جوه. وبعدين تفهم انا عمر ده بيفهم يا سيدي. دلوقتي يا جدعان المفروض ان انا اعمل تيست بصوا فاشونيستا اولد فاشونيستا انا حركات دلوقتي. حد يا جدعان يجي يحط لي ميه يا جدعان. تعالى شويه احط لي ميه. يلا بقى 1 2 3 يلا. سيب يا ابني جامده سهله فشخ الواد عايز يعمل حرب. خلاص يا جدعان خلاص يا جدعان دي كده نهايه الفيديو. لا يا يابا مش نهايه الفيديو. ماخد حق استنى بيقفلوا في الفيديو ده بعد اذنكم. ودي بعد اذنكم حبيبي حبيبي بس نهار اسود. يا جدعان دلوقتي احمد علي نزل يملى ميه انا واحمد شوقي هننزل نخرب. عايز كتير يا رب
يا ابني يا جدعان دلوقتي المفروض ان احنا كده شوقي هرب وغدر بيا وسيبني احمد علي لوحدي. انا دلوقتي هنلف اول ما يطلع المفروض ان كده يا جدعان دي نهايه الفيديو يا جدعان. احنا كده خلصنا. استنى شوقي يطلع عشان ننهي سلام عشان خاطر ننهي اهم حاجه. لا استنى استنى شوقي مش سلام لسه هنستنى شوقي. هو شوقي طلع مش هخلص الفيديو ده غير لما اخد حقي يابا. ايه؟ اخد حقي وبعد كده اخلص الفيديو ده. يعني الفكره اتغرقت وبكده دي نهايه الفيديو النهارده زي ما انتوا شفتوا. اهم حاجه بس نسيت اقول لكم ان السويتشيرتات الجديده فيها جيوب. ها فيها جيوب وحركات على شاور شوب دوت كوم. اشوفكم في الفلوج الجاي. سلام.